السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن سلوكيات أخلاقية أو أخلاقيات سلوكية عشرتها وعرفتها، وكل ما نفعله تلقائيا ليعبر عن مكنون مضمون ضمائر أخلاقنا الدفينة بين أحشاء وثنايا خلايانا البشرية التي نعيش ونحيا بها. فما يحدث لنا تلقائيا لا شعوريا، وإن كان هذا خطأ أم صواب، قد لا ندركه في التو واللحظة بل نشعر بأثره فيما بعد. منها أشياء نندم على فعلها ونسعى إلى إصلاحها، وأخرى نحبها ويغبطنا الناس على أن قمنا بها. فهيا بنا للمثل الأول. كنا نصلي صلاة التراويح في مسجد مساجد برمنغهام، فتقيأ طفل صغير أثناء الصلاة ونزل هذا القيء على ملابسي والسجاد والممر الذي يسير فيه الناس، فصار أحد المصلين لأخذ الطفل جانبا كي يتقيأ في الكيس الأسود الذي نضع فيه القمامة، وأنا أنظر ولا أحرك ساكنا. فماذا فعلت؟ ناديت على أحد المصلين لأطلب منه أن يبحث عن أحد العاملين في المسجد كي يأتي لينظف المكان خشية الرائحة الكريهة وكذلك تلوث أرجل وملابس المصلين آخرين. ثم جاءت فقرة الراحة بين الركعات، فوجدت العديد من المصلين يأتون لينظفوا سجاد الممر وسجاد قاعة المسجد، وأنا جالس على كرسي لم أقم منه ولا أبادر بالمساعدة. هذا خطأ سلوكي أخلاقي في تربيتي المجتمعية، فكان لزاما علي أن أفعل التالي. أولا، بدلا من أن أبحث عن من ينظف السجاد أبادر أنا بنفسي إلى تنظيف السجاد، لأن صلاتي لي، أما تنظيف السجاد فهو للمصلين أو المجتمع. ثانيا، كان لزاما علي أن أنظف الطفل وأهدئ من روعه وخجله لما حدث، ولم أفعل لأن هذا الطفل في هذه اللحظة كان تحت ضغط نفسي هائل، وكان لزاما علي أن أخفف هذا العبء عنه. ثالثا، كان لزاما علي أن أشارك الجميع في التنظيف، وهذا ما أسميه بالمشاركة المجتمعية، وما فعلت أي من هذه. فهذا خطأ في سلوكي المجتمعي، أتمنى أن لا تصابوا به في سلوكياتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.